السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن تكون عندي قيم، مثلا قيم الحاجة اللي احنا شارينها مثلا، تمام، وعايزين نضربها في رقم، سواء مثلا الحاجة دي سعر البضاعة أو حجم البضاعة. يعني عندي مثلا 50 طن حديد أو أسمنت، وعايز أشوف هيحصل قد إيه لو أنا جمعت أو طرحت عليه. ففي أسلوب سهل جدا، إن أنا هكتب الرقم اللي أنا عايزه يحصل عليه العملية التجارية، أو هاخد كوبي وهاجي هنا أعمل سيلكت على الأرقام ديت، تمام، او ممكن حتى اخدها كوبي كده بحيث احتفظ بالاصل واحطها هنا. الرقم ده هاخده كده كوبي، واجي دول واعلم رايت كليك واقول له بيست سبيشال، ويبدا بقى يقول لي انت عايز تحط كل حاجه ولا المعادلات بس ولا الفاليو ولا الفورمات، طب عايز تزود، تمام، ولا خلينا نزود نشوف مثال هيزود الرقم اهوت. طيب ممكن اقول لا ده انا عايز اطرح مثلا، فتعمل سيلكت كده وتدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اطرح. ممكن تقول لا ده انا عايز مثلا اضرب، فيضرب فيه الرقم دوت. لا ده انا عايز اقسم، فتديله ان هو يقسم، فيبدأ يقسم لك بالشكل دوت. فدي من ضمن الحاجات القوية جدا اللي توفر عليك وقت في مجموعة كبيرة من الارقام، واحنا ما كتبناش معادلات. يعني ما جاش هنا وكتبنا معادلة، لا هو اوتوماتيك بياخد الرقم دوت ويعمل عليه العمليات الحسابية بتاعته. مجرد بتقول له بيست سبيشال، بروح هو عامل العمليات اللي احنا